باب عدن هو أحد المنافذ البرية التي تربط مركز مدينة عدن التاريخي بمدينة المعلة، إذ يعود بناء هذا الباب الأثري إلى العصور القديمة، كما يعتبر واحدا من أهم معالم عدن السياحية، ويقصده الزوار من مختلف المناطق داخل اليمن وخارجها. اليوم وبعد أن تعرض هذا المعلم الشهير لمحاولة التشويه، يقف أبناء عدن من المهتمين بالتراث والحضارة لتنفيذ وقفة احتجاجية وسط ساحة ما يسمى بمفتاح العاصمة المؤقتة عدن، وتحديدا هنا في مدخل مديرية صيرة. خرجنا اليوم للتعبير عن رفضنا لظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت في مدينتنا في العامين الأخيرين، واليوم تطال هذه الظاهرة أهم معلم أثري لمدينة عدن وهو باب عدن التاريخي. منفذ هؤلاء وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بالبناء العشوائي المستحدث الذي يطال مفتاح المدينة البارز. هذه مدينة عدن، مدينة السلام، مدينة المحبة، مدينة الجمال الذي لم تعرف العشوائيات، لم تعرف المظاهر المشوهة. خلال الفترة القليلة المنصرمة وحتى الآن دأب البعض لاستقطاع أراض تابعة للدولة والبسط عليها. عدن مش سلعة تجارية للتداول والمقاولة، ويعني احنا خسرنا كثير من الدماء مشان نحرره، ولنا شهداء في أرضه وما نشوش يقطعونا أوصال يعني للتجار. لم تطل هذه الممارسات الممتلكات العامة فحسب، بل تجاوزت لتتعدى إلى بعض ما يعتبره الناس هنا معالم تاريخية، ما يثير غضب المواطنين الذين عبروا عن ذلك بعدة وقفات. لن يتم السماح بأي عبث في هذا المكان وفي هذا الموقع التاريخي أمام مفتاح مدينة عدن، وأيضا في كثير من المواقع اللي تعرض للتجريف، تعرض للبسط. نوعد أبناء عدن بأننا سنقف معهم كسلطات محلية في أي عبث يستهدف مدينة عدن. ينتظر هؤلاء المحتجون ومن ورائهم الكثير من السكان تحركات الجهات الرسمية، خصوصا الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في ردع المتسببين بهذا الزحف المعماري العشوائي وحماية وجه مدينة عدن من العبث. وقفة احتجاجية ووعود من السلطة المحلية لمنع البناء العشوائي في هذا المعلم التاريخي مفتاح مدينة عدن. حنين جمال، قناة بلقيس، عدن.